لماذا غلب اليهود المسلمين؟ السبب الثاني القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن المسلمين مفاخرنا اشترينا السلاح. المفخرة؟ وإسرائيل وحدها في هالدولة الصغيرة ذات المشاكل الملايين تصنع 600 قسم سلاح. في الحقيقة من الحق أن يتقدموا. الله سبحانه وتعالى مو مع الكسالى، الله مع العاملين. وأنا أعتقد إذا 100 انقلاب يصير في البلاد الإسلامية، ما دام أنهم يأخذون بأسباب هذه القوة نفس الشيء. الشيء الثالث الذي اليهود أخذوا به ونحن تركناه، وهو في قرآننا ومن أولياتنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآن حقيقة شوف المسلمون 100 تفرقة أكو عندهم. التفرقة اللونية، التفرقة اللغوية، مو في صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة مو معيار في قانون الدول. التفرقة الحدودية. أما اليهود عربهم عجمهم هنديهم تركيهم كبيرهم صغيرهم دينيهم كلهم يد واحد. إسرائيل كيف تكونت؟ يهود إيراني، يهود كويتي، يهود مغربي، يهود فرنسي، يهود أمريكي، يهود روسي، يهود بريطاني، يهود أسباني، يهود عراقي، كما أمر الإسلام. أما نحن لا تذهب إلى العراق لأنك أجنبي، بينما هو عربها. إذا ما قالوا هذه الكلمة له أيضا يعرقلوه، وولد في بلدك هذا لازم يطرد من هذا البلد لأنه أجنبي. معلوم هؤلاء يتقدمون، أحد الأسباب يقدم أولئك، فكيف بكلها مجتمعة؟